عايز اقول لك يا ايها المرشح المحتمل، انت بتلعب لعبة خطرة. مصطفى بكري مقموص، مصطفى بكري الشهير بمحبوب عبد الدايم مقموص، وشايف ان هناك مؤامرة كونية بتتعمل على عبد الفتاح السيسي علشان ما ينجحش في الانتخابات الرئاسية. بتقود هذه المؤامرة الكونية امريكا واوروبا وبريطانيا اللي قاعد فيها دلوقتي اعلام الاخوان المسلمين زي ما مصطفى بكري بيقول. الكلام عن عودة الإخوان للمشهد مجرد كلام يفتح الطريق قدام المخطط. تخيل انت، امريكا اللي مسلفه مصر فلوس كتير ومديه لمصر معونه عسكريه، اي نعم حجبت امبارح منها جزء كده 85 مليون دولار، لكن ما بترجعهم تاني، ما هي بقى لها 10 سنين بتحجب وترجع وتحجب وترجع. تخيل انت امريكا اللي مسلفه مصر كده ومعونه عسكريه قد كده، والبنك الدولي البنك التجاري الامريكي مسلف مصر فلوس قد كده بتتآمر على مصر. تخيل انت بريطانيا اللي مسلفه مصر فلوس قد كده واللي بايعه للسيسي معدات عسكريه قد كده بتتآمر على مصر. ايطاليا اللي شوف عملوا ايه في ريجيني في مصر، ومع ذلك ايطاليا بعت للسيسي معدات عسكريه بقد كده وادت السيسي قروض بقد كده بتتآمر على مصر. تخيل انت فرنسا والمانيا واسبانيا، الدول اللي ادت السيسي قروض بازيد من 20 مليار دولار، هؤلاء بيتآمروا على السيسي علشان ما ينجحش في الحكم في الانتخابات اللي جايه. تخيل كل هؤلاء اللي مسلفين السيسي فلوس واللي ادوله فلوس بمليارات الدولارات وادوله معدات عسكريه بمليارات الدولارات بيتآمروا على السيسي علشان هو فاشل، فهو بيحاولوا يألوظوا الفشل بتاع السيسي بانه كل هؤلاء بيتآمروا عليه. كل هؤلاء اللي سلفوه واكلوه وادوله وادوله فلوس حتى التخمه بيتآمروا على عبد الفتاح السيسي. مصطفى بكر الشهير بمحبوب عبد الدايم حاسس ان هناك مؤامره كونيه بتتعمل على عبد الفتاح السيسي، خرج يتكلم امبارح في التغريده اللي امام حضراتكم لما امريكا حجبت جزء من المساعدات العسكريه عن مصر، فخرج يقول لك المصريين قد التحدي. طب يلا بينا بقى. مصادر امريكيه تصرح ان واشنطن قررت حجب 85 مليون دولار من المعونه العسكريه المقدمه الى مصر كمقدمه لرفع المبلغ المخصوم الى 235 مليون دولار بسبب ما تسميه واشنطن عدم وفاء مصر بالافراج عن السياسيين. طبعا هذه اكذوبه. يا مصطفى يا بكري، في عندنا 105,000 سياسي في العنبوكة، كل هؤلاء جرافيك. طبعا هذه اكذوبه نعرف اهدافها، ومنها موقف مصر الرافض للتبعيه. اهي كلمه التبعيه دي محتاجه 17 مليار حلقه علشان نعرف مصر هي عندها تبعيه ولا لا. اي نعم احنا ما عرفناش نرجع جنودنا البواسل من السودان، الامارات اللي رجعتهم لنا، بس احنا ما عندناش تبعيه. اي نعم احنا ما عرفناش نخلص موضوع طائرات زامبيا والسعوديه اللي خلصتها لنا، بس احنا ما عندناش تبعيه. اي نعم احنا بناخد قروض من امريكا ومن المانيا ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن اسبانيا ومن بريطانيا، بناخد قروض من الصين ومن الساموراي، بناخد قروض من اليابان ومن كوريا الجنوبيه، بناخد قروض من فيتنام، بناخد قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي والبنك التجاري، وبناخد قروض من صندوق النقد الدولي، بناخد قروض من السعوديه ومن الامارات ومن قطر، بناخد قروض من كل حد بنوصله، بس احنا مالناش في التبعيه. احنا في التبعيه دي مالناش فيها. من لا يملك قوت يومه لا يملك زراعه قمح، ولا يملك صناعات عسكريه، ولا يملك صناعه ادويه، ولا يملك اي شيء، لازم يبقى عنده تبعيه يا بكري. ده لازم يبقى تابع، تابع دليل يا بكري. انما قال لك احنا بص احنا في التبعيه دي مالناش فيها. اي نعم احنا ما بنقدرش نصنع ولا نتاجر ولا نزرع ولا نعمل، بس احنا مالناش في التبعيه. الكلام ده كله طبعا هذه اكذوبه نعرف اهدافها، ومنها موقف مصر الرافض للتبعيه. مصر افرجت عن مئات رغم وجود احكام بته ونهائيه على بعضهم، وده علشان خاطر القضاء بتاعنا مركوب، القضاء بتاعنا شامخ قوي، افرج يفرج، خد احنا افرجنا عن مئات بس دخلنا مكانهم الاف. ثم من الذي منح امريكا توكيلا لتبني هذا الامر؟ معلش يا بكري، هذا قرار مصري صرف يا ولد، يا قرار مصري صرف. اي أيوة والله اي حجازي كانت خير دليل على القرار المصري. شايفين انت اي حجازي وقاعده مع ترامب، ترامب رفع التليفون، ولا سيسي خرج اي حجازي، ولا سيسي خرج اي حجازي. اي حجازي سافرت امريكا، فولا سيسي ما قدرش يعمل حاجه مع اي حاجه الا التبعيه. ها، قرار مصري، قضاءنا شامخ وقرار مصري صرف.
لكن كل العيب على هذه الأصوات مش عارف إيه من أصحاب الأجندات الممولين اللي شغالين في قناة تن الإماراتية زي نشأة الديهي، أو شغالين في قناة MBC السعودية زي عمرو أديب، أو شغالين في قناة المشهد الإماراتية زي معتز باللعب فتح. إيه ده؟ أنا آسف معلش. لكن العيب كل من هذه الأصوات القميئة أصحاب الأجندات الإخوان اللي شغالين على قنوات اليوتيوب. إذا كانت واشنطن تسعى إلى ابتزازنا وفرض الإملاءات علينا فلتذهب المعونة الأمريكية. زمان السيسي دلوقتي أول ما قرا التويتة دي قال له فلتذهب أنت يا بكري يا محبوب عبد الدايم. كرامتنا فوق كل اعتبار، هذه محاولة دنيئة هدفها ممارسة الضغط على السيسي. يا سلام، أمريكا مش عايزة السيسي فبتحاول تضغط عليه علشان ما ينجحش في الانتخابات، وإسرائيل مش عايزة السيسي ينجح في الانتخابات. اللي هي امريكا واسرائيل لو قعدوا يشتغلوا في الاستخبارات 200 سنه مش هيعرفوا يجيبوا ايقونه زي السيسي يعمل في مصر اللي حصل فيه. ولكن وليعلم الامريكان ان محبوب عبد الدايم ومن خلفه المعيز السيساويه قبلوا التحدي. اي أيوة والله قبلنا التحدي. اي نعم، انتوا لو منعتوا عننا الدواء مش هنبقى قد التحدي، بس برضه احنا قبلناه. لو منعتوا عننا القمح احنا مش هنبقى قد التحدي، بس برضه احنا قبلناه. لو وقفتوا لنا القروض اللي بناخدها احنا مش هنبقى قد التحدي، بس احنا برضه قبلناه. والله العظيم يا امريكا نحاربكم بالكبائر. اي والله بالكبائر. تحدي ايه وبتاع ايه؟ تحدي ايه وبتاع ايه يا عبد الدايم؟ تحدي ايه وبتاع ايه؟ الوضع في مصر بيقول ان احنا الحمد لله رب العالمين السيسي الزعيم الوطني ما يملكش رفع البنطلون غير بقرار امريكي. تقول لك التبعيه؟ التبعيه؟ بكري في حالة انهيار شديدة جدا، كمل تغريدة على الناس اللي هم الآن بيحاولوا يشوفوا بديل للسيسي، فكمل عليهم بالتغريدة دي. كلما تزايدت شراسة الحملة الخارجية والداخلية ضد السيسي، كلما أدركنا أن هذا الرجل صاحب المشروع الوطني لبيع تران وصنافير والتفريط في نهر النيل وبيع البحر المياه الإقليمية في البحر المتوسط عشان نكون أكبر مركز إقليمي لتصدير الغاز، فإذ بإسرائيل تصدر الغاز عبر قبرص واليونان إلى أوروبا. والله أنا حاسس أنا عايز أضحك وأنا بقرأ الكلام العظيم بتاع مصطفى بكري ده. كلما تزايدت شراسة الحملة الخارجية والداخلية ضد السيسي، كلما أدركنا أن هذا الرجل صاحب المشروع الوطني لبناء مصر لن يقبل بأن يكون أداة لأحد ولن يستسلم لمطالب الغرب وخدامه. أنت بتقول إيه؟ ده أكتر خادم للغرب عبد الفتاح السيسي. ده أكتر واحد لما بيروح يقابل أي رئيس في أوروبا بيروح عامل كده عبد الفتاح السيسي. ده بيقعد قدام ماكرون كما بيقعد مصطفى مدبولي قدام السيسي بيروح عامل كده. كده يروح لمم إيه كله إلا الحياء، يروح لمم نفسه كده. يقول لك هذا الرجل لا يقبل، لا يقبل إيه؟ لا يقبل إيه؟ هذا الرجل ما بي ده لما بيقابل بص يعني زعيم قبيلة اللالا لاند في جزر البهاما بيعمل لهم كده. هذا الرجل عنده حاجة جواه بتخليه يشعر بالنقص قدام أي حد. يقول لك لا يقبل من الغرب وخدامه. الغرب بتاع إيه؟ الشعب المصري فقط هو من يقرر مصيره. ايوه عشان كده احنا قافلين كل الميادين، وعشان كده اللي بيترشح للانتخابات بنحطه في العنبكه، وعلشان كده اللي بيدعم اي مرشح زي اللي بيدعمه طنطاوي الان بنحطهم في العنبكه. بس انت تعال عرض من مصر ومالكش تسب علينا، والله احنا حاجزين لك مكانك في العنبكه. ولن يسمح ولن يقبل بمشروع الفوضى مره اخرى. مشروع الفوضى ده اللي هو 25 يناير اللي مصطفى بكري كان بيقول لك يا حريه فينك فينك جمال مبارك اللي كنت بطبله بينا وبينك. هذه الحملات الشرسة والحصار المفروض والأكاذيب التي تروج كلها ستتحطم على صخرة هذا الشعب العظيم الساكت الطيوب اللي أرضه اتباعت وشركاته اتباعت ومصانعه اتباعت وما بقاش لاقي اللضا، وتقال له اصبر من عشر سنين اصبر وهتبقى نور عينينا، وبعد العشر سنين ما مر وقال له كل ورق شجر وبطل هري. ايه هي ادوات المؤامرة مصطفى بكري؟ تعريض. انت تعرض في المطلق، عرض في المطلق. مصطفى بكري بينهار يا جماعه، شايف السيسي مش لاقي اللضا، عايز يتساوى. محمد بن سلمان ما رضيش يقابله في قمه ال20 فعايز يتساوى، مش لاقي حد يديله. فهو مصطفى بكري بيعتبر ان توقف الدعم والتمويل الدولي لعبد الفتاح السيسي وتوقف القروض لعبد الفتاح السيسي دي نتيجه لمؤامره كونيه وهولاميه جايه من كوكب زحل على عبد الفتاح السيسي اللي انقذ الكون، على انقذ الكون. مصطفى بكري خلاصه التغريدتين اللي حضرتك شفتهم دول بينهار فعليا، هل السيسي موجود ولا لا؟ سلام عليكم.